بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، شوطنا الرابع مخصص للجعدان. نذهب إلى الصدارة ومقدمة هذا الشوط متعب لصلاح بن أحمد بن غريب، والمركز الثاني شاهين لمحمد بن سيبنا بن عبيد بن شميل الخاطري، والمركز الثالث ثالث مراكزنا شاهين لحمدان بن محمد بن ربيع الصريدي، والمركز الرابع رابع مراكزنا شاهين لراشد بن علي بن خميس بن مرخان، والمركز الخامس شاهين لسيب بن نواب بن فاضل المزروعي. هكذا كانت نتيجتنا، ذأناها عليكم بالوفاء والتمام. هكذا كان الوصف التفصيلي للمراكز الخمس. نعود إلى الصدارة ومقدمة هذا الشوط، أعود إلى متعب لصلاح بن أحمد بن غريب. من يسيطر؟ يا سلام يا بن غريب، يا سلام يا بن غريب. المركز الثاني ثاني مراكزنا شاهين لمحمد بن سيب بن عبيد بن شميل الخاطري، والمركز الثالث ثالث مراكزنا شاهين لراشد بن علي بن خميس بن مرخان، والمركز الرابع رابع مراكزنا شاهين لحمدان بن محمد بن ربيع الصريدي، والمركز الخامس شاهين وسيب بن نواب بن فاضل المزروعي. نعود إلى الصدارة ونعود إلى بن غريب، صلاح بن أحمد بن غريب، ولكن شوف اللي واصل، شوف اللي واصل شاهين لراشد بن علي بن خميس بن مرخان. بن مرخان يا بن مرخان، من يغير في اللحظات الأخيرة؟ شاهين يا شاهين، راشد بن علي بن خميس بن مرخان. الله عليك يا بن مرخان، سلامي عليك يا راشد بن علي بن خميس بن مرخان، وتهانينا والناموس. المركز الثاني لصلاح بن أحمد بن غريب، والمركز الثالث الحمدان بن محمد بن ربيع الصريدي، والمركز الرابع لسيب بن نواب بن فاضل المزروعي. والتوقيت الزمني، التوقيت دقيقتين و16 ثانية و26 جزء من الثانية، وتهانينا والناموس.